مكملين معاكم في حاله جديده, وارقام تليفوناتنا 2 18 10 8 66, الاس ام اس 1 90 9, صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. وحشتوني 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 زي ما وعدتكم ان كل فاصل هقول لكم وحشتوني. معانا الدكتور ماجد زيتون, استشاري السمنه والنحافه. يا دكتور نورتنا في حاله جديده, ودايما كده ضيف كريم على حلقتنا. حبيبي احنا عايزين نستغلك النهارده, يعني اسوأ استغلال. لا والله, خد ناخد كل المعلومات. خدي مني اللي انت عايزاه, بس يا رب تفيدي الناس ان شاء الله. يعني احنا يطلع مني كلام عقلاني كده بعلم وبحكمه, واقدر افيد الناس, ويا رب يكون عندي الامانه والمصداقيه في اللي انا هقوله. يعني انا كنت بقدم حضرتك وبقول ان الـ 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 الدكتور ماجد يعني علم في مجال السمنه والنحافه. ده لا والله ابدا, يعني توفيق من عند ربنا طبعا. ودايما يعني حالات التخسيس بتخس الناس اللي بيجوا لك, او الحالات اللي بتجي لك بتخس بال 50 وال 60 وال 70 وكده. بس هقول لك كلمه بقى, يعني نقطه حلوه قوي انت قلتيها برضه, ان اكيد دكتور ماجد طالما بنزل بتوفيق من عند ربنا, اكيد ان طالما بنزل 60 و70 كيلو اكيد في علم حقيقي انا بدي, يعني الموضوع مش عشوائي. فعشان كده بقول لك دايما, حتى كلمه لازم اقولها, نجاحي بالتزام العيان بمصداقيه الادوات الطبيه اللي بشتغل بيها. يعني مهما جالي عيان وبعيده ورب الكعبه هننزلك و70 و80 كيلو بسرعه وبصحه, لو ليا خبره في المجال ده سنين طويله قوي, خصوصا يكون دكتور جلديه ودكتور علاج سمنه وفاهم ازاي ادي توجيهات للعيان الناجحه, خصوصا انا ما بديش حجاب زي ما بقول, يعني عارفه انا مش بتاع عمليات. يعني دايما مريض السمنه المفرطه يا هند قدامه حاجتين, يا يجي لي ويبقى فاهم الدكتور ماجد معايا بخبره معينه بعلم بادوات طبيه يكون ناجحه, كنظام تغذيه ناجح جدا, كروشته طبيه تكون ناجحه, كجلسات ناجحه اللي هي الادوات اللي بشتغل بيها تنزل كل الدهون اللي عنده زياده عن احتياجه, بس بسرعه علميا وطبيا تكون صح. تمام. انا مش بتاع الحل تاني قفل معده, انت فاهمه, اللي هي جراحات اللي هي بتوع البتريك سيرجري, اللي هي زي جراحات التكميم او تغيير المسار او شفط الدهون, اللي هو يضطر يخش اوضه العمليات مع دكاتره جراحه التجميل. انا دي مش طبيعه شغلي, انا طبيعه شغلي ان ادي علم معين يخلص الجسم من قفص السمنه. طبعا. بس يكون عندي المفاتيح الناجحه لنزل الدهون. طب قبل ما ننتقل لنقطه الجراحه, انا فاهمه, قبل ما ننتقل لنقطه الجراحه, انا عارفه ان في ناس بتستسهل وتعمل العمليات سواء تحويل مسار او تكميم معده او whatever, وده مش عند حضرتك. لا مش عندي, مش طبيعه شغلي. طيب هل في حالات ما ينفعش معاها الا العمليات دي؟ هقول لك حاجه, هي الموضوع بخبره بسيطه قوي. العيان هو صاحب القرار, يعني انا بتكلم من الجهاز طبيعه شغلي, انا لو جيت العياده هتلاقي اوزان كبيره قوي عندي في العياده, يعني مش جاي خس زي ما انت قلتي 10 كيلو في الدكاتره تانية. انا ما اعرف, انا نزلت 60 و70 و80 كيلو, فاصبح ليا سمعه طبيه يا رب تكون محترمه بالادوات اللي انا بشتغل بيها, ان بطلع ناس من السمنه المفرطه. يكون اللي جاي لي ده عنده سكر وضغط, عارفه اللي هو الامراض السمنه المفرطه بيبقى عندهم حاجه اسمها سيفير كريتيكال ديزيز, يعني اللي بتعرف السمنه هم امراض, خصوصا السمنه بيسموها الموربيدتي اوبيستي اللي هي السمنه الدرجه الثالثه, اللي هي بالبلدي كده بيسموها السمنه المفرطه, تحتيها 35 مرض معايا, ضغط وسكر وكوليسترول وتصلب شرايين, دول على الكبد حصل, عارفهم وعايش بقالي 25 فيهم, غير بقى الحاله النفسيه اللي هنتكلم عليها والكابه والوحده والعزله. انا كدكتور ماجد زيتون لو ورايا علم حقيقي انا بديه بخبرة سنين طويلة قوي بنتائج بجيبها على أرض الواقع, أنا ممتلئ بالثقة اللي جوايا بالتوفيق من عند ربنا إن يكون عندي الأدوات إن أطلع الناس من قفص السمنة. تمام. بنظام تغذية زي ما قلت أو علاج أو القصة دي كلها. لو افترضنا إن في عيان هو لسه ما جاليش, وسيبك من ماجد زيتون بخبرته أو نجاحاته في هذا المجال, أنا طب أنا عايز أعمل جراحة, هو بيفكر في الجراحة ليه؟ انا جربت نظام تغذيه مع دكتور اكس, مع احترامي طبعا لكل دكاتره, وانا بعمل الدايت ما نجحتش فيه, او انا بعمل الدايت حصل كومبليكيشن من الدايت اللي انا خدتها, كدوخه, جوع مستمر, معايا هبوط, صداع, اكتئاب من الدايت اللي مش ناجح, فغصب عني عايز ارجع لوسيله تانية. طبعا انا جربت, ان انت بتقولي يعني اعذرني هزود برضو, يعني هزود سبب من الاسباب. النفس الطويل, ودي حالات ناس كتير قوي ما عندهمش, ما كنت لسه ما عندهمش النفس الطويل اللي يكمل في الدايت. هقول لك حاجه, الموضوع بقى يعني برضو متشعب, بس خلي بالك انا كلامي كتير لسبب واحد, ان الكلمه عندي بتبقى ليها خبره معينه, ان ادي تفاصيل كتير قوي مش مجرد كلمه ورد. انا عيان وزني 150 كيلو او 160 او 200 كيلو, ده سمنه ايه؟ سمنه مفرطه, معايا اسمه اكس, وعندي ضغط وسكر, ما انا في لحظه اختيار انا هروح اعمل جراحه
تكميم مثلا، ان برضه الجراحات دي لها انديكيشنز معينه، يعني مثلا سي لو شيته مفتوحه قوي فممكن دكتور جراحه اللي هو بلاستيك سيرجري يقول له هنعمل عمليه ايه؟ تكميم عشان اشيل 90% من المعده بالبلدي كده. فاحساسك بالجوع مش هيبقى ايه؟ موجود، واحساسك الشبع هيبقى ايه بسرعه جدا. متعبه قوي يعني، فيها فتره نقاهه. انا عايز اقول لك بتفضل مستمره معاهم. اديكي اللي قلتيها، انت سالتيني سؤال ورديتي عليه. يعني انت بتقولي هو بيستسهل عشان يخلص بسرعه. طب هي المضاعفات اللي بتظهر نتيجه العمليات الجراحه التكميم من تصريب لضعف عام لعدم امتصاص، شال يعني مش عايز اقول المعده، انا مش عايز اخش في تفاصيل عشان بس الدكاتره الجراح ما يزعلوش مني. يعني معايا المعده دي فيها هرمونات زي بتهضم البروتينات زي البيبسين انزيمز والكلام ده كله ده اتشال معايا. مجرد فكره ان انا شلت جزء طبيعي من جسمي ومالوش يعني وليه وظيفه طبيعيه المعده بكل مكوناتها بكل الفانكشنز بتاعتها عشان مجرد ان افقد وزن معايا. طب ممكن اعدل يعني بيخيجي يخس مثلا 10 و20 و30 كيلو، دي كميه قلت في اول شهرين ثلاثه، وتلاقي بعد كده الجسم ابتدى ايه يثبت، لدرجه ان جراحه السمنه اصبح عندهم دكاتره تغذيه ما بعد الجراحه بيومين يقولوا تعالى عشان تكمل مع دكتور تغذيه يديك نظام غذائي معين عشان العمليه ما تبص عشان تعرف تجيب نتائج. ليه؟ ان ممكن اللي عمل التكميم رغم ان كميات الاكل قلت يبتدي ياخد سوائل فيها نسبه سعرات عاليه زي الشوكولاته السائله زي العصاير، فببتدي برضو ما بيفقدش ايه وزن. فلازم مرتبط بنظام ايه تغذيه، يبقى العيال كوميتد بيه. طب ما كان اولى اروح لمجد زيتون طالما في نظام تغذيه معايا. وحته ان هو شال ماده العيان عشان يساعده انه يشبع بسرعه، طب ما في ادويه ناجحه جدا طبيه وترخيص هيئه سلامه الغذاء بتملى المعده وتدي احساس بالشبع المستمر. بديل العيان اللي انا بخسسه بال 70 80 كيلو لقوم من يعقلون، هو كان بيخس معايا 70 كيلو هو بيجوع؟ استحاله يعني، ولا جوع ولا هبوط طالما عندي الادوات اللي يخلي العيان في حاله شبع ايه مستمر وبعيد عن جراحه الايه شيل المعده عشان يدي احساس بالشبع. طيب دكتور ماجد قبل ما نطلع قبل ما نطلع للفاصل، الحاله يعني حالات السمنه المفرطه دي اللي بتنزل 60 و70 كيلو تاخد وقت مع حضرتك قد ايه؟ ست شهور. اديكي تحدي ان في الجراحات بيخس 6 شهور في سنه ونص بالجراحه، يبقى ده اصغر. اول شهر بيختلف عن الثاني شهر عن ثالث شهر؟ بس لا لا في انا بس انا عايز اقول لك حاجه. يعني في نقطة هند عايز اقولها لك اختي ليا، انا مش هراسي بطحة وهقول لك كلمة ليها معنى. ورب الكعبة وانا بحلف من دكاترة البحر في رب الكعبة، ما يعني ما بيجيلي عيان عايز انزله 100 كيلو وراح انزله 100 كيلو 120 بلا مضاعفات بلا جراحة بلا رياضة واضافة للصعب، وانت عارفة لما تجلب والوش الاحمر والنساس جلدية بس هاتيني عيان ملتزم بما يرضي الله. التزام. ان انا برضه شوف انا اقول لك على شوف انا بيسمعني ملايين. انا ممكن الاقي فئه بتجي العياده والله ما بتخس معايا جرام ولا جرام لعدم التزامهم بمصداقيه، او الاكل بدري ياكلوا متاخر. ما انا اكيد انا مرتبط بميزان بيتحرك كل اسبوع، يعني الترمومتر بتاعي او السماعه بتاعت مجلس الزيتون هو ميزان ديجيتال في المراكز عندي، كل اسبوع لازم العيان يلاقي ريزلتس ايه نتيجه واضحه شايفها بعينيه معايا. النتيجه اللي على الميزان دي بتدي له ايه؟ ثقه في نفسه، ثم طبعا في ربنا طبعا سبحانه وتعالى معايا، ثم في نفسه، ثم الدكتور ماجد ان توجهاته ناجحه في خلال الاسبوع بنظام تغذيه بسوفت وير معين او بتعليمات مصاحبه للدايت لازم العيان يلتزم بيها. انا احلى كلمه انت قلتيها قبل ما اخش الحلقه ان الدكتور ماجد طالما بينزل كميات يبقى الموضوع مش عشوائي، يبقى كل اللي دخل بق العيان من اول ما يصحى لحد ما ينام يوميا انا مسؤول عنه. صح ولا غلط يا هند؟ صح. والصح اكتر ان احنا نطلع لفاصل بدل ما نلبس شلحيطه. معلش. كل مستمعينا 90 90 ارقام تليفوناتنا 2 18 10 8 66 للاس ام اس 1 90 9 صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. هنطلع لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتور ماجد زيتون، ولسه مكملين معاكم في حلقه جديده ومعانا الدكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والنحافه. ارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66 للاس ام اس 1 90 9 صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. ويعني على فكره احنا كنا لسه بنستفتح الحلقه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. طيب انا عايزه اتكلم في نقطه مهمه. اتفضل. عينيا هنا الحاله النفسيه. حاله الناس اللي بتجيلك زفت ده بجد زفت ولا اسم اللي بالله. بيجيلك وهو عنده سمنه مفرطه قبل وبعد. هقولك انا تقريبا بص خلي بالك بقى، انا بقالي 25 سنه قاعد في وسط الكلابيس. معلش انا بتكلم براحتي انت عارفاني هندي يعني.
في وسط الناس اللي وزنهم عالي جدا سواء كان سيدات او رجاله. السيدات بيبان عليها اكتر، انت عارفه نفسيتها ان لو الرجاله برضه لا هحكي لي بقى بخبره يعني كده الرجاله ما بيبينش بيبين لي انا هنقفش على بعض. لا استنى مش فهماني، هو جايز ما بيبينش للناس ان هو يعني من السمنه بكابه السمنه الراجل اللي عنده الكبرياء يعني هو بالست عشان يتكلم عن وزنه زياده اما الستات لا بتبين قدام الايه اي حد قدام ولادها وجوزها ضعيفه شويه. لا مش ضعيفه، لا راس مال الست جسمها يعني اكتر، انت عارفه دي غريزه عندها يعني. انا عندي بنات مثلا هم صغيرين كنت فاكر قاعدين قدام المرايه 24 ساعه يعني اقول هي دي خلاص غريزه البنت، لا في حبه ظهرت في وشها شعرايا مش عارف ايه مش عارف ايه يعني. دايما الستات بغريزتهم بطبيعتهم هم في اثناء الطفوله جسمها وشكلها العام يهمها، ده اللي هو البريوريتي. فطبعا شيء طبيعي بعد الجواز والولاده وعارفه دوامات الحياه اللي بيتلقوا فيها السيدات مثلا بعد 10 15 سنه من الجواز تلاقي زادت 50 60 كيلو 70 كيلو من وزنها مثلا، وهي متجوزه 60 كيلو بقت 130 كيلو بعد 10 سنين مثلا من الجواز. ساعتها بقى بتبص قدام المرايه كده زي ما بقول دايما يجي لها كآبه والوحده والعزله والنخوع والاستسلام وتطلع تاكل زياده، ان الكآبه اللي عندها وتكره جوزها بزياده. انا مش عايز اقول لك تطلع تتخانق مع جوزها بره ومع ولادها بره يعني لو الزوج لقى مراته بتقلب عليه فجاه تعرف انها دخلت قدام المرايه عايزه تتفرج على نفسها خمس دقايق وطلعت له معايا، هو ما يعرفش ايه اللي حصل في خمس دقايق دول معايا، فخلاص كميه الطاقه السلبيه اللي جواها. عشان كده الراجل يكون متفاهم ويساعد مراته فعلا في موضوع التخسيس، وكتير قوي من الازواج اللي بيجي كابل مثلا الراجل ست مليانه قوي جوزها بلاقي جوزها فعلا اللي بيشجعها، ودي نقطه مهمه قوي ان في ازواج برضو محبطين يعني مش عايز ايه تخسي بقى انت هتخسي هتعملي ايه مش اصل انت هتخسي وهترجعي اصل انت مش عارف ايه. وفي جوزات ما يصدقوا يروحوا يتجوزوا على مراتاتهم. طب ليه؟ طب ما تحلي مراتك رجعها لاصلها رجعها لطبيعتها، طالما في حلول طبيه تحتيها من الخط طلعها من قفص السن. مش لازم بالشرط ان يتوجه لمجلس زيتون لاي دكتور محترم معايا بحيث يطلعها من قفص السن، بس اهم حاجه اصل الحاله النفسيه دي هي اللي يعني مش عايزك الحاله النفسيه هي اللي بتوجه العيان يعني. دايما حالتي النفسيه انا كراجل او ست اللي بتوجهني حياتي طول اليوم يعني. هصحى الصبح عندي ثقه بالنفس مبتسم عندي البهجه السعاده، فده اللي بينعكس على تعاملتي مع كل الافراد اللي في المجتمع سواء على مستوى الاسره الصغيره او المجتمع الكبير بعيش فيه. يعني الجسم الرشيق والقوام الممشوق زي ما بيقولوا مختلفة. بيبقى مرتبط بالثقه بالنفس. أيوة بيبقى طبعاً. عنده ثقه في نفسه سواء بنت او ولد او راجل او ست وات ايفر سنه يعني. بالظبط كده يعني انا طلعت بره الموضوع شويه يعني ما بيجي لي ست وزنها كبير قوي اول مقابله ليا تاكدي بيبقى في علبه كلينكس جنبي ان العلاج هيبتدي ايه يشتغل، لان خلاص بتقعد مع الدكتور ماجد بتطلع كل الايه الطاقه السلبيه اللي عندها. تصرف كتير قوي على المناديل يا دكتور. لا بالعكس انا بفرح بالكلام ده قوي معايا، بتخش اول ما بتخش لي يا رب يا دكتور ماجد انا جاي لك على العشم والثقه، وانا ساعات بسبق العيان بقول له الكلام ده يا رب اكون على قد العشم والثقه ويكون دكتور من الدكاتره الناجحين في هذا المجال بالتوفيق من عند رايك في الشر الحاسدين والحاقدين والنصابين يا رب ان اعرف ازاي اتراكم السن. فانا عارف انك انت جايه لي يعني عايز اقول ايه هتقول ساعات يعني بسمع العيان تقول لي انت الامل الوحيد في المجال ده فالله يا رب يكون انا فعلا دكتور، بس اسمعي كلامي ان برضو بحط خبرتي بين ايديك انت، انا مش انا اللي هعمل دايت، انا عليا كدكتور هيبقى من خلال نظام تغذيه ناجح هشرحه كويس جدا بكل التفاصيل الدايت وورق مش بيتوزع، لا هي منظومه روشته طبيه غذائيه ناجحه جدا ان عشان انزلك 60 70 كيلو اكيد انا مسؤول عن كل اللي هيخش بقك من فطارك لغداك لعشاكي لسناكس معينه ان النجاح للمشاريب وكل حاجه عارفه لسبب واحد ان النجاح مش في الاسبوع الاول. انت عارفه ان اول اسبوع مع الدكاتره ممكن العيان يخس 10 5 كيلو مثلا ويضرب سندوتشين حلاوه وبزبده ويخس 5 كيلو، فالنجاح مش في الاسبوع الاول ولا الثاني ولا الثالث، ده في الشهر الثاني والثالث. انا مش من الدكاتره اللي اقدر انزل 10 كيلو وجسم ايه على ما السيستم يقف. كله انت تقصد على ما السيستم على ما الجسم يسيستم. لا انا شغلتي انا برضو ايه التميز عندي، انا مثلا بيجي لي عيانه مثلا 150 كيلو تقول لي يا دكتور ماجد انا رحت الدكتور كل قدر ينزلوا لي خلال 4 5 شهور 10 كيلو وجسمي ابتدى ايه يقف، انا اقول لها انا المفروض اول شهر تخس معايا 12 كيلو لو انت ملتزمه بالروشته الطبيه اللي بكتبها او الروشته الغذائيه، بس انا مش ناجح بقى في الشهر الاول، انا ليكي معدلات ثابته كل شهر من 10 12 كيلو يعني ناجح في الشهر الاول والثاني والثالث يعني اعرف اجيب ال 50 60 كيلو في خمس ايه شهور بس ورا توجيهاتي الناجحه ان هيكون انت ايه ملتزمه بيها يعني هتبقى يعني تمشي ورا انت ايه مغمضه ان اكيد صاحب العلم او صاحب التوجيه ان هشغل ميتابوليزم مسؤول عن حرق ايه الدهون بسيستم معين، فالمكان ده ما بيقفش
يعني الحرق شغال 24 ساعه، فانا اعرف ازاي اعمل له اكتيفيشن ونشطه 24 ساعه. بس بص يا دكتور، انا وانا ولا مش عارف لا انا فاهمه، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. قصه النظام الغذائي وانا بسمع اصلا من نوع الهلهلي شويه، يعني مش الاكل، انا باكل كل حاجه وبشرب كل حاجه وعمري ما عملت، بس انا اقصد فكره بقى الالتزام بكل الالتزام بقى والورقه، واللي انا اكل كميه قد كذا وكميه قد كذا، الموضوع صعب. حلو، صعب قوي. بص خلينا واقعيين، يا انا اشتغل قانون الضمان في علاج السمنه يا خلون الاحتمالات والتهريج. يعني فاهم، يعني ساعات بقول بعض العيين يقولي يقول دكتور ماجد مفروض عندك دكتور شاطر تخصصني بالاكل انا بحبه، يعني تسالني انا بحب ايه وبكره ايه وتفصل لي ايه دايت على مقاسي. اقول لا انا ممكن اعمل كده، بس تاكدي ان هنزلك اول اسبوعين ثلاثه وتلاقي جسمك ابتدى ايه يظبط. برافو عليكي. وده اللي بيحصل مع الدكاتره اللي بيطلعوا ساعات في الدعايه، يقول لك انا هفصل لك دايت، ده منظره اكتر منها، يعني منظره ودعايه اكتر منها ايه انجاز حقيقي. لان تكسير الدهون هو علم معين، انا عايز احول ماده اسمها تريجليسرايد لماده اسمها فاتي اسيد، وصلت متابعه اسمها لايبولسز، يعني خط انتاج شغال مصنع في خلال 6 شهور يطلع 60 كيلو دهون الزياده اللي عندها، فمفروض اكون ناجح في كل الايه الاسابيع. لو انا هلعب في السوفت وير بتاع المكان ده بسيستم يريح العيان، يبقى انا بلبسه فين؟ في الحيطه. بس مش عارف فاهم، يعني فاهماني ولا مش عارف اشرح الناس؟ مش انا كملت وقلت لك هلبسه في الحيطه؟ اه يبقى انا فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهماني يا هند؟ مليت هالي مثلا يعني يا دكتور. الدكاتره اللي يجي يقول لك انا هشربك وهخليك تحلي وتاكل اللي انت عايزاه وخدي الدواء دوت، ده بيضحك عليك. طيب الدكتور ماجد بيستخدم ادويه؟ حلو قوي السؤال ده. في بعض الناس كدكتور، يعني كلمه دكتور، انت قلت ايه الدكتور ماجد؟ يعني تحتيها مليون ايه؟ خط. انا دكتور خريج كليه الطب، مثلا معايا ماجستير، معايا دكتوراه، لبست الروب وخلفت اليمين وفاهم الكواليفيكيشن انا بشتغل بيها. يعني كاستاذ علاج سمنه ان المفروض اكتب روشته ايه طبيه لمريض السمنه تطلعه من قفص الايه السمنه. زي لو انا استاذ امراض كبد مثلا وجالي واحد عنده دهون على الكبد، انا طبعا مش تخصصي، يعني اكيد هكتب دواء ممكن يقلل دهون اللي على الكبد، الدواء اللي يمنع الكبد يكون ايه. بس هسال انا ايه هو عنده سكر، عنده ضغط، عنده لا لسه هكمل الموضوع كبير. معلش انا جايز بجاوب باستفاضه، والجايز ده اللي بيضايق الناس مني، انا بشرح بصوره كده بصوره خبره يعني. فانا فاهم ان كدكتور لازم يكون عندي الادوات الطبيه، خصوصا مش بتاع جراحه معايا، يبقى لازم يبقى في نظام تغذيه مع روشته طبيه تكون ناجحه، ناجحه طبيا صح، ملهاش مضاعفات، تطلع الناس من قفص الايه السمنه كسلاح تاني يكسر ايه الدهون. وانا ما يكون عندي سلاحين غير ما يكون ايه سلاح واحد. وسلاح حتى علاج السمنه الموضعيه كجلسات للسمنه الايه الموضعيه، بس يا رب يكون الادوات اللي بشتغل بيها هي اللي بتجيب النجاح للحياه الناجحه دي. بس في نقطه عايز اقولها لك، ان مش كل العلاجات لعلاج السمنه تكون علاجات ايه ناجحه. ليه؟ ان تقريبا 90% من اللي موجود في السوق المصري ادويه ايه مضروبه تحت بير سلم، خصوصا اللي بتباع على الايه على الانترنت. على الانترنت، ودي قصه يعني. لا وفي حالات نصب كتير كده. يعني انت عارفه ايه، عشان ليا سمعه مثلا مناسبه، يعني من باب برضو التنبيه من مبارك هذا، واكيد بيسمعني ملايين جماعه. انا من الدكاتره ليا سمعه كدكتور حقيقي في هذا المجال، بعدت مرخصه بروشته طبيه مرخصه، ودكتور بجيب نتائج بتبهر الناس، وده معناه ان في ثقافه علاجيه طبيه انا بكتبها في المراكز الطبيه بتاعتي مع ناس ملتزمه بما وجايين يخسوا فيها، مش جايين يخرجوا، وانا مش مهرج في شغل، واعرف ادي وعود انا امين فيها وصدق فيها. للاسف شديد السوشيال ميديا بعد يجي ياخدوا فيديوهات يا هند ويكتبوا صيدليات ماجد زيتون، صيدليات زيتون الرسميه، ويبتدي يبيعوا ادويه مضروبه تحت بير سلم معايا باسم مين؟ الدكتور ماجد، واستغل ايه؟ لفيديوهاتي واسمي احنا تبع الدكتور ماجد. والعيان طبعا الغلبان اللي مش فاهم الدكتور ماجد ولا بيبيع ادويه على النت ولا دي صفحات منتليه من قريب ولا من بعيد، انا دكتور في عيادتي. العجب الدكتور ماجد شافني فين؟ في العياده. ان مفيش حتى علاج الا بعد الايه الكشف، زي مريض السكر، زي مريض الضغط. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اروح عند الدكتور فلان وخدت منه روشته علاجيه او نظام غذائي ان انا اخدها لاخويا او لاختي او لبنت عمي او لبنت خالتي او لصاحبتي. ليه؟ ان دي روشته تحت اشراف طبي لحاله معينه قدامي، وانا بتابع الحاله كل ايه اسبوع. يعني انا مثلا بكتب علاج، هل العلاج ده تحت اشرافي؟ طبعا تحت اشراف الطبي،
ان الدواء اللي هيكسر الدهون، الدواء اللي يرفع معدل الحرق، اللي بيحجب السمنه، الدواء اللي هينزل السمنه موضعيه، الدواء اللي يمنع جسمي يكون دهون. ان بكتب بس انا اعرف ان الادويه دي بتعمل ارق وبتعمل اكتئاب وبتعمل مش عارف بتشغل على المخ. حلو، اديك قلتيها. دي الثقافه الايه العامة عند جموع الشعب المصري ان ادوية. انا ما بكتبش برضو يعني، دايما في نقطة يا دكتور، انا عايز اكتب روشتة طبية ناجحة لعلاج السمنة، مش عايز اكتب كورس تخسيس. ان كلمة كورس تخسيس دي ينتج عنها ان الدواء ايه تحت بير سلم. فهماني؟ في فرق كدكتور اكتب روشتة طبية تعالج طلع نسمة في السمنة بكميات كبيرة قوي، طالما بنزل 70 والوش الاحمر والنضارة، يبقى نوعية العلاجات اللي بكتبها مختلفة ايه تماما عن الادوية اللي تشتغل ايه على المخ. مش بقول الناس هتتمنى، عايز تشوف الحالات بتاعتي يعني نازلها بين يقولوا الشيء الاحمر، يبقى اكيد الدواء اللي بكديه ما بيشغلش على المخ، ما بيأثرش على وظائف الكبد، ما بيأثرش على وظائف الكلى، ما بيرفعش ضغط الدم. ان لو انا نوعيه دي العلاجات ما يجيبش اكتئاب، ده اللي بيخلي الناس ايه تكمل. هو ناس هتكمل معايا 70 80 كيلو قوام من يعقلون ايه اكسبت ده، وده اللي خلى النصابين يستعملوا ايه اسم ماجد زيتون. طيب دكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والنحافه، ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-90-9، الفيسبوك راديو 90-90. هروح نسمع الاغنيه الليله حلو ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. ولسه مكملين معاكم في حاله جديده، وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90، ومعانا الدكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والنحافه. دكتور كنا بنتكلم عن التزام المريض، لازم المريض عند حضرتك او الحاله اللي عند حضرتك الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام يعني لازم الالتزام. بص هقول لك حاجه، يعني هي والله يعني بص انا يعني ساعات العين بيصعب عليا، يعني انا اقول له عشان تنزل كذا او كذا او كذا، وانا طبعا انا اللي انا بقوله ده مش انا اللي بحبه، هو العلم اللي بيحب الكلام ده والميزان بيحب الكلام ده. احنا يعني دايما اقول انا وسيط خير بينك وبين الميزان، وانت لازم يكون الميزان كل اسبوع بيشوف نتيجه تبهرك، وده اللي خليك تكمل معايا، انت اللي بيخليك تكمل معايا. لما كل اسبوع تلاقي بس في 3 4 كيلو بينزلوا من غير مضاعفات، يبقى خلاص احنا ماشيين في الاتجاه الايه الصح. فانا دايما بس انا عارف بستغرب من ايه يا دكتور، ان الناس اللي بيجي عندهم سمنه مفرطه زي ما كان محمد ساري بيقول لحضرتك، بيقول لك هم كانوا بيبقى عندهم شراهه في الاكل، بيحبوا الاكل. هل بقى بعد النزله اللي بينزلوها دي بيكرهوا الاكل؟ لا، هي بعد اسبوعين من بدايه الدايت انت بتقفل 60%. كده كمان عامل عمليه المعده بتقفل. يعني خلي بالك، ما هو دي النقطه اللي عايز اقولها. يعني دايما اقول اول اسبوعين هم سو كريتيكال جدا. لو العيان قدر يفهم ان اول اسبوعين هوجهك توجيه ناجح، والمعده هتقفل 60% من غير جراحه كما عملت لك تكميم بس من غير جراحه، وكميه الاكل بعد اسبوعين هتشبعك ومش هتحس انك جعان تمام، بس استحمل اول ايه اسبوعين. رغم ان اكشولي لو انا هديك دايت من اول يوم مش هيبقى فيه جوع، ان برضو اذا امرت ان تطعم استطاع. يعني انا ما بديش دايت وجبات وجبه واحده في اليوم، ده انا بديك 3 وجبات وسناكس كل ساعه والياف كل ساعه مع شرب الميه، ما اذا امرت ان تطعم استطاع. وانا فاهم مريض سمنه من اكتر مريض بيتلكك العيان. يعني لو جالي واحد مثلا وزنه 150 160 170 كيلو، بغض النظر ممكن يجي على الثقه فعلا زي ما انت قلتي، وانا متعشم فيك يا دكتور في ربنا طبعا، ثم الدكتور ماجد ان يخسسني كميات كبيره قوي، هو مش عايز برضو تتضايق في نظره تاني، يا رب الدكتور ماجد يكون فاشل عشان ما كملش. انها برضو هو فاهم ان هيبقى فيه ايه التزام من ناحيته، كانه داخل امتحان. انت عارفه النفس اماره بالسوء، وعارف ان هيجي للدكتور ماجد هيديله ايه تعليمات لازم يبقى ايه كوميتد بيها. يعني خلينا واقعيين، كانه داخل مدرسه او مصحه عالجه من ادمان معين، ادمان الاكل وشراهه في الاكل، ان هفل له معدته واكسر له الدهون. فانا عايز اديله بروتوكول يلتزم بيه، مثلا بالبلدي انا مش هقدر طبعا عشان وقت البرنامج، ان كل ساعه باكل العيان وصله اكبر خيره اكبر تفاحه اكبر جزره غير الثلاث وجبات، واقول له اياك تشيل وجبه عشان السكر ما يقلش معدل. فاهم بابني العماره 100 دور احط اساس ايه ناجح، يبقى اكيد لازم ادي رجيم ايه مشبع جدا. والجسم ذكي، ما يهموش ان السكر اللي جاي يوصل المخ يدي احساس بالشبع، الجلوكوريسبتورز مثلا اللي هو يدي احساس بالشبع، جاي من تفاحه ولا من جزره ولا جاي من شوكولاته، المهم ان السكر بقى ايه ما بيقلش طول اليوم. يعني ال 24 ساعه مستوى الجلوكوز بلاد ليفل ثابت، وده اللي يخلي العيان. واقول له استحملني اول اسبوعين بنفس البروتوكول اللي انا بديه، بعد اسبوعين المعده بتقفل 60% من الدايت اللي بديه لك.
غير ان في مشكل طبعا، ما بتكلمش لسه على الدواء اللي انا بكتبه معايا اللي في المعده ويسعر حجم المعده. طيب الادويه دي بقى بتلعب على ايه؟ المواد ايه بدون ذكر اسماء؟ بص بدون ذكر اسماء، انا بكتب اربع انواع من ادويه قلب الشاي، او اعرف اربع انواع. دواء بيشتغل على حاجه اسمها الليبتين هرمون، احنا في الغده الدهنيه دي رغم ان هي شوف الدور اللي هي الدهنيه سبب السمنه، بتطلع حاجه اسمها الليبتين هرمون اللي بيدي احساس بالايه؟ بالشبع. سبحان الله، يعني المعده ديت في حاجه اسمها جرين هرمون، ده اللي يدي احساس بالايه؟ بالشبع. لا بالجوع. بالجوع يعني انت بالجوع ليه؟ الواحد ما بيجي بس السكر يقل بيبتدي المعده بتطلع هرمون اسمه جرين هرمون، يدي احساس للمخ انك ايه؟ جعان، عشان يوجهك المخ انك تروح للثلاجه ايه؟ تاكل ويحرك عضلاتك معايا انك تمشي لحد الثلاجه عشان تاخدي حاجه عشان ترجعي السكر. فالدواء ده بيدي الهرمون ده يحسسك بالشبع. ده لا اللي هو ايه ده اللي هو اللي بيطلع جريلين ده اللي بيطلع من المعده. العكس صحيح، يبتدي يطلع هرمون اسمه الليبتين هرمون من ايه؟ من الغده الدهنيه. يدي احساس بالايه؟ بالشبع. بالشبع. فهو ده بيشتغل ان يزود هرمون الليبتين هرمون اللي طالع من ايه؟ من الدهون، من الخلايا الدهنيه. معايا؟ وخصوصا ان في حاجه اسمها الليبتين هرمون ريزيستنس، يعني اللي هو ايه؟ اللي بيطلع الليبتين هرمون. ولسه مكملين معاكم في حاله جديده، وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-866، الاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، ومعانا الدكتور ماجد زتون استشاري السمنه والنحافه. السمنه الموضعيه يعني كارثه من الكوارث، ويمكن يكون الست او الراجل جسمهم حلو جدا جدا والراجل طالع له كرش، او الست برضه عشان ما حدش يقول ان انا منحازه للستات، او ال والسمنه الموضعيه دي كمان بتظهر بقى للي هم الناس اللي هو بعد الولاده البنت او الست بيبقى جسمها حلو جدا، وفجاه بعد الولاده بقى سواء الولاده الثانيه او الثالثه ممكن ما تظهرش قوي في الولاده الاولى السمنه الموضعيه. طيب بص، يعني ملخص السمنه الموضعيه هي يعني دايما اللي هي اول منطقه، هي طبعا بيخش في عمل وراثي، طبعا لازم تعرفي ان توزيع الدهون يا هند في جسم البشري سواء كان سواء الفيميل او الميل بيخش الجزء الوراثي اللي هو الجزء الجيناتيك، يعني متاخد من ام ولا الاب؟ من كله. يعني الاكتر ايه؟ ما اقدرش احدد، يعني لو انا قلنا طبيا لا يعني ملهاش، يعني مثلا لو قلنا احنا مستوى السيدات هتلاقي العيله ديت مش هقول من الاب، ممكن يكون طالعه من الام، يعني من عيله الاب او الام، يعني عامه. يعني مثلا بيجي لي بنت الجزء التحتاني مليان كجزء توزيع الدهون في الجزء التحتاني، فتلاقي الام مامه البنت تقول لي ده من عمتها معايا على طول البس، هقول بفهمك. ولو كان باباها اللي جايبها يقول لي دي من ايه؟ من خالتها، من خالتها. يعني وصلت؟ فهي يعني ما تفهميش الشعب المصري بيجمع لاني عيله فيهم. المهم ان البنت الدهون اللي عندها اللي متكتله في الجزء التحتاني او الجزء الفوقاني معايا، اللي هم ساعات بيسموه جسم التفاحه او جسم مش عارف الكمثرى، بغض النظر عن الاسامي الفاكهانيه ديت، معايا ان دي اول منطقه بتظهر فيها الدهون. يعني مثلا الواحد ابتدى يتخن تلاقي دايما اول منطقه بيظهر فيها الدهون واخر منطقه بتخس. والاهم من كده ان ممكن قوي كثير من العيانين اللي بيجوا مش فارقه معاها انها زياده 30 40 كيلو على مستوى السمنه الكليه، فارقه معاها منطقه الدراعات المليانه، الجزء التحتاني، منطقه اسفل البطن ما بعد الولاده، فارق معاها الارداف معايا، خصوصا لما بتبتدي تظهر معاها مشاكل على الجلد كمان مش كسمنه موضعيه كمان معايا، معايا اللي هو زي الترهل، السيلوليت كاساس جلديه بتبتدي تظهر، اللي هو السيتش ماركرز اللي بتظهر تفاتيح الايه؟ انت عارفه الجلد ما بيجي يتشد في ماده اسمها كولاجين الاستين بتبتدي تتقطع، اللي بتبقى العلامات البيضاء في الجسم، العلامات البيضاء بتظهر حمراء في الاول وتعالجها سهل لما بتبقى حاجه اسمها استرايا روبا، لما يكون اول لسه لونها احمر بتتعالج بسهوله اكتر، لو اتثبت فتره بتحول لونه الابيض معايا، بيحصل كده الابيض معناها ان حصل ضمور في ماده الايه؟ الكولاجين والاسين، وده علاجها بيبقى اصعب. المهم يعني، وساعات لما تيجي تقول لي انا مش فارقه معايا السمنه الكليه، انا عايز انزل المنطقه ديت. تمام؟ فانا كدكتور مفروض كدكتور علاج سمنه او استاذ جلديه انا عايز ادخلها على ماشينز معينه، طبعا مش بتاع جراحه، انت عارفه بتوع الجراحه اللي هو يعملوا حاجه اسمها لايبوسكشن بالفيزر او الليزر او القصه دي كلها، ليه شد الجلد والاول تسيح الدهون، هي ليها تكنيكس مختلفه حسب حاله السمنه الموضعيه. يعني في مثلا منطقه بتاعه البطن في يعني حاجه اسمها لايبيدورميكتومي اللي هو يفتح فتحه 130 سطحي سنتي من عظمه الحوض للحوض معايا. طيب معانا تليفون يا دكتور ماجد، معانا ساره على التليفون، استاذن حضرتك تلبس السماعه بقى. يا ساره، يا ساره. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ساره؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، معاكي الدكتور ماجد، اتفضلي.
ماشي، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا هنا، الله يخليك، الحمد لله. شكرا على البرنامج الجميل اللي انتوا بتقدموه. والله عجبك الكلام يعني؟ اتمنى هبسوه يعني. طبعا الله يخليك طبعا دكتور ماجد، يعني الله يخليك يا رب، اكثر من نار على العالمين. الله يخليك يا رب بالخير، يا رب بالخير يعني يا رب. شكرا لحضرتك على المعلومات القيمه اللي حضرتك بتقدمها. الله يخليك يا ساره، امورين يا حبيب قلبي، امورين. ربنا يخليك، الامر لله. عندي بنتي 22 سنه، تمام، طولها 145 ووزنها 45. طولها 145. طولها 145 وزنها 45. يعني مش طويله 145 يعني فور شور الرقم ده 145 يعني 145 ووزنها 45. تمام. فهي عندها نحافه يعني. انا من رايي ان هي عندها نحافه. تمام. فيعني ممكن حضرتك توصف لي مثلا او تقول لي حاجه النحافه دي؟ يعني هقول لك حاجه، هي موضوع الاندر ويت عامه يعني بيبقى جزء في برضه زي ما كنت لسه بقول جزء في جزء وراثي طبعا. هي مشكله بس الاندر ويت، تمام، ان بيكون حجم المعده صغير قوي زي ما بقول دايما، انها حتى لو حست انها جعانه بتاكل لقمه والتانيه وتشبع بسرعه جدا. ايوه تمام. يعني لو انا بتكلم بعلم او بخبره يعني، فبنعتمد على حاجتين، نظام تغذيه يكون سعراته عاليه جدا، بس مش هينفع نظام السعرات ان مهما اديتها اكلات كتير مش هتعرف تاكل، فلازم يكون في ميديكال تريتمنت اللي هي متمثل في روشته طبيه بدواء يفتح الشهيه 24 ساعه، يكبر حجم المعده، يبقى احساس الجوع احساس مستمر، واحساس شبع اللي كان بيجي بعد لقمه ثانيه يختفي خالص. تمام. مع فيتامينز معينه معايا تفتح برضو ايه الشهيه يعني. ممكن قوي مع الاندر ويت عشان يعني كشغلي ان يكون عندها خمول، عندها كسل، شعرها بيوع، تكون عندها انيميا، عندها امساك مستمر، الوش البيل يعني، لو انا بتكلم بخبره او علم. طب اقول لك حاجه، طب انا يعني انا ممكن بعد الحلقه اتشرفيني في العياده عليا انا ليا انا كده يعني، طالما انت كلمتيني وخلي الموضوع ليا وتشرفيني في العياده معايا، ربنا يخليك. هيبقى في روشته طبيه مش هينفع في التليفون، وفي نظام تغذيه، ودي من عندي ليك يعني. ربنا يخليك يا دكتور، والله ابدا فوق دماغي يعني، فوق دماغي والله. ربنا يخليك، تسلم يا دكتور حبيبي يعني. طيب يعني فتح الشاي ده يعني هو ممكن لازم يعني ممكن اروح للصيدليه ولا لازم؟ لا بص يعني هقول لك حاجه، يعني انا دايما بقول دايما بعيب على الناس اللي يقول مجرد انك تكتب دواء، لا في اشراف طبي يعني، يعني النظام برضو بتاع في اشراف. يعني انا دايما عايز اكون دكتور بعيد عن يعني عن مش عارف اقول لك ايه، عن الكلام اللي ملوش معنى ان خدي دواء من الصيدليه طب اقول لك اكلمك في التليفون، لا انا بحب اكتب العلاج مع نظام تغذيه مع اشراف طبي في المراكز عندي، ان ده العشم اللي عند بعض يعني الناس ليا. الحاله لازم فعلا اشراف طبيب. اكيد طبعا طبيب. طبعا اني بطلب مجاني اهو بقى. اني بطلب تحليل صوره دم، صوره سم دم كامله، بشوف السول اناليسيس، تحليل بول، ان ممكن يكون عندها طفيليات، ممكن عندها بارازايت يعني، فهماني يا حبيب قلبي؟ تمام. ايوه يعني معايا. فانا مش عارف هل كده يعني يا رب يكون خلاص هديه اهي من الدكتور. لا والله انا فوق ماجد. لا ما تخش على حد خالص يعني. ربنا يخليك يا دكتور، ان شاء الله قريب. لا لا تشرف. لا انت ساكنه فين؟ بعيد؟ حضرتك في عيادتك؟ في، انا ما اعرفش العياده والله. يا ست يعني انا اجيلك لحد البيت يا ست، مش مشكله. فوق دماغي يعني. هناخد رقم تليفونك ونخلي الدكتور ماجد ان شاء الله يتواصل معاكي. اتشرف بحضرتك والله. شكرا شكرا ميرسي جدا. السلام عليكم. السلام. ارقام تليفوناتنا 2-18-8-66، الاس ام اس 1-90-9، الفيسبوك راديو 90-90، واللي هيكلمنا خلال خمس دقايق الدكتور ماجد هيعملها له تدويسه ايه؟ لا لا والله. طيب قول لي بقى دكتور، بالنسبه للسمنه الموضوعيه ايه المانجمنت بقى بتاعها؟ بص حسب الحاله يعني، برضو لو قلنا لو هشتغل على الجلد او على الدهون، يعني بقسم سمنه الموضوعيه لحاجتين، ان الجلد عايز يصلح الكواليتي بتاعته، ان غالبا بيكون في مشكله فيه كتراهل قلنا كستريتش ماركس، فبيكون في اكويبمنتس معينه او ماشينز طبيه بكواليتي. طب معانا يوسف على التليفون. يا دكتور طيب معلش. لا مفيش، انا ما بتضايقش خالص يا يوسف. ازيك؟ الو الو يا دكتور. تمام. الصوت بس يا يوسف يعني، بص وطي الكاسيت او وطي الراديو واسمعنا من التليفون ممكن. تمام يا فندم. طيب دكتور ماجد زيتون معاك، اتفضل يا يوسف. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك؟ عامل ايه؟ الله يخليك الحمد لله. الله يخليك. والله انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. الله يخليك يا سيدي، انت اجمل والله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك، عينيا امورني. انا دلوقتي حضرتك يا دكتور كنت 120 كيلو. تمام تمام.
وبعد كده عملت دايت يعني من نفسي كده، فنزلت لغاية 90. تمام. فبرضه في الفترة اللي احنا فيها دي بدأت ازيد شوية، وانا برضه عندي مشاكل في ظهري وكده، فكنت طول قد ايه تقريبا يوسف؟ طول 96. لا 196. 186 بالظبط. يعني انت وصلت ل 90 من 120 ل 90، يعني نزلت 30 كيلو، وخايف انك ترجع تدريجيا. وانا لا انا الفتره دي رجعت فعلا، ابتديت رجعت. لا طيب. وانا كنت عامل طبعا، انا اللي خلاني انزل كل ده ان انا عامل غضروف وكده، فبدات برضو ان انا ايه ارجع، حسيت ان انا ايه بدات ارجع، فانا عايز احافظ برضو عشان ظهري وكده. بدون قطع كلامك يوسف، فرق معاك؟ طبعا فرق معاك، حسيت في كل حاجه، حتى يعني الهدوم وكل حاجه، يعني كل حاجه بقيت انسان تاني خالص. بس انا بدات دلوقتي فخايف، بقيت 95. انا خايف من الارتداد، انك يحصل لابس وترجع للريباوند اللي انت عامله. هي بص يعني هو الفكره اللي انا ممكن افيدك بيها، بس يعني طبعا تمام. انا حاولت يعني، هو طبعا نظام التغذيه اللي المفروض تمشي عليه، بس حته انك ما ترجعش تاني معايا، كان المفروض في نظام تغذيه طبي اللي جاز، ممكن انا يعني ممكن بيكون بديه ان جسمك ما بيردش تاني، ان فعلا زي بسيستم معين كده يوسف كابني، ان انا كل ساعه باكل العيال، فدايما برفع معدل حرق، يعني ممكن قوي دايما ادي العين يسالني دكتور ماجد تضمن ان ما برجعش، اقول له لا عشان الرجيمي ناجح كل اسبوع ان باكلك كل ساعه، فبرفع معدل ايه الحرق، فيوم ما ترجع غير طبيعي جسمك ما بيردش. حته ان انت عملت الدايت على المستوى الشخصي بفكرك انت، بغض النظر يكون كان ناجح في التخسيس، بس ما يكونش ليه مضاعفات على البشره والشعر والنضاره والقصه دي، الحمد لله ما كانش فيه مضاعفات دايت ظهر. لا انا كنت بحس كده بدوخه يعني، عشان كده دايما اقول ادي العيش لايه؟ لخباز، وده علم معين. لو افترض استاذن حضرتك، طيب العنوان واتصل مع حضرتك يوسف، احنا قلنا الخمس زيين كشف بلاش معايا. كتر خيرك والله يا دكتور، بس لا والله بس احنا طبعا هنيجي يعني حضرتك ونستفاد من علم حضرتك. يوسف طبعا. يوسف يوسف يعني انا والله بص يا رب يكون عندي علم، انت يكفينا بس ادعي لي كده كوالد ليك، شر الحاسدين والنصابين والحاقدين، بس انا ما يطلعش مني الا كل خير، وانا عارف ان ملايين ناس بتسمعني، يكفينا بس شر الناس يا رب، الناس اللي يا رب يا رب، فانا مش هيطلع مني الا كل خير يا رب يعني. يلا وده تاني فايز معانا من دلوقتي، العنوان بس يا دكتور هناخد رقم تليفونك. انا خلي بالك انا هكلمكم بعد الحلقه، انا هكلم بنفسي واديكم الميعاد واخلي السكرتير يتكلم. الله يخليك، وما يطلعش مني الا كل خير يا رب، كل ام تلاقي الله. طب ما فيش شكر ليك يا هند؟ لا شكرا لحضرتك طبعا. ايوه كده يا يوسف، شكرا لحضرتك. ده انا اللي دبست الدكتور حبيبي. لا والله على فكره انا بتابعك على طول، انا بسمعك على طول والله. ماشي يا يوسف. لا يوسف قول للمدام هند انا ما بيطلعش مني الا كل خير والله، ابدا. لا يا هند فوق دماغي، ربنا يا ربنا يبارك لكم والله، انتوا بتفيدوا الناس، والناس والله فعلا عايزين صحه عشان يعرفوا بس يربوا اولادهم. والله العظيم انا مش عايز اقول لك ان كله كليب تخس بيشيل 4 كيلو من العمود الفقري، ففي رقم طبعا ملحه انك تشيل الدهون الزياده عشان ما اقصاش. طبعا ربنا يبارك لحضرتك، وكنا عايزين العنوان علشان هكلمك. ما ينفعش نقول على راسي، ده حاجه شرف ليا يا اولاد، لبسني في الحيطه يا يوسف، ده شرف ليا. خير تعمل بقى حبيبي يوسف. شكرا يا يوسف. وانا طبعا هفيدك ان اعلمك بعد ما تخس 5 كيلو حاجه اسمها تثبيت ومحافظه على الوزن. شكرا يا يوسف، ان شاء الله كل خير يا رب. شكرا، ان شاء الله، مع السلامة. باي باي باي. طيب دكتور سريعا بقى، السمنة الموضعية بنعالجها ازاي بالليزر؟ انا عارفة ان دكتور ماجد زيتون دايما بيستخدم عنده اجهزة الابديت. حديثة الحاجات اللي بعمل ابجريدنج دايما الأجهزة، ودايما كل حاجة يعني اللي هو احدث حاجة احدث حاجة. بص هو يعني هو يعني دايما اقول يعني طالما عايز احافظ على سمعتي وبتاع، فلازم اختار الافضل، والافضل في التكنولوجيا كل يوم فيه جديد طبعا. فالجديد دلوقتي هو تكنيك ليزر تحت الجلد. انت عارفة انا كشغلي دايما اقول انا شغلتي ما اسمه ده مش بتاع جراحة ولا بتاع عمليات، واستخدم اجهزة حديثة جدا، حتى لو الليزر اللي فوق الجلد يشد الجلد ويكسر دهون، فوق الايه؟ فوق الجلد، جلد يكسر دهون. ايه الجديد دلوقتي السنة دي؟ ان في الليزر حاجه اسمها انواع الايربيوم ليزر، بيخش تحت الايه؟ الجلد. بفتحه 2 مللي بروب كده، يخش تحت الجلد يكسر الخلايا الدهنيه ان سبوت، ما بشفطهاش زي شفط الدهون، هو الفيزر اللي اسحب الايه. طب الدهون دي لما بيسيح بتروح فين بقى؟ اسمها الليف دراينج، بيحصل لها السيرمال افكت بتاع الليزر. الايربيوم بيحاول ماده اسمها تخش حاجه اسمها الليف فيسلز، في تصريف ايه؟
الليمفاوي في الخلايا الدونيه. هو التكنيك بتاع الجهاز يعني مش هبص الاقيها داخل نازله الرجل نازله لا يا حبيب قلبي لا طالعه فوق نازله لا 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 ما الخلايا الدونيه ليها تصريف ليمفاوي ما ليها المجاري بتاعتها بالبلدي اللي هي بيسموها اوعيه ايه الليمفاويه مش بتاع دايما الاوعيه الليمفاويه وده التصريف بتاع ده المجاري بتاع ليه بتاع الخلايا الدهنيه. الاوعيه الليمفاويه دي موجوده في كل عضو في جسم. الكبد ليه اوعيه ليمفاويه, الانتستين, الكبد, يعني فهماني. فالخلايا الدهنيه ليها اوعيه ايه ليمفاويه درينش. بس هو الميزه بقى ان ده في جلسه مع شد الايه الجلد, يعني الليزر بيطلع ولازم الجهاز وانا بعمله بيبقى موجود في الاوضه حاجتين, دكتور جراحه عشان الفتحه وتوجيه. وخلي بالك ان ميزة حتى الليزر من غير بينج, لا طبعا في بنج بسيط يعني موضعي ولا بنج موضعي موضعي. بس مش جراحه, مش شفط الدهون, مش زي الفيزر اللي هو بعد اللي هو الكم اسمه ده الجراحه وانستيزيا وتخدير وكرسي لمده 6 شهور والزراء والحمار والقصه دي كلها خالص. وده التكنولوجي اللي هي 2024 معايا ان انا هكسر الدهون. واهم من كده ان الثيرمال افكت بتاع الليزر بيشد الاوفرلابنج سكان, يرفع الايه يشد الايه الجلد اللي على الايه بتاع, وهو بياخد من جلسه لايه لجلستين ايا كان كميه الدهون. اه طبعا ليها برسنتج معينه ليها. عشان كده بقول لك انا لو هستخدم الجهاز لازم اشوف العيان. انا وفي الدكتوره دعاء الشريف استاذ التجميل والجلديه, وبيكون معانا الدكتور بتاع جراحه ايه جراحه عامه عشان ال الفتحه اللي بتتفتح دي. خلي بالك هو الليزر هو داخل يعني انا مش عايزك الليزر بيخش بتلاقي منور تحت الجلد معايا وعامل زي جي بي اس يعني هيتجه فين. الجلسه بتاخد وقت قد ايه يا دكتور؟ بتاخد حوالي نص ساعه تقريبا, نص ساعه من نص ساعه, بحيث اعالج السمنه الايه الموضعيه ان سبوت. طب هل السمنه الموضعيه دي بيبقى قبلها الرجيم يعني بيبقى قبلها نظام غذائي؟ لا بيبقى ماشيين توبر لاينز, خطين متوازيين. انا برضو يعني في نقطه مهمه قوي حسب كميه دهون السمنه الموضعيه. يعني ممكن الناس تجي لي يكون جسمها كويس جدا بيرفكت وعندها منطقه معينه اللي زي بعد الولاده مثلا اللي منطقه اسفل البطن بالترهلات في جزء الدهون الاسفل البطن. فدي بس في عمليات مشهوره دلوقتي عمليه شد البطن اللي هو حاسمها لايبودرمكتومي. بس يعني انا بقول لحضرتك عليها قلت لي ده فتحه 130 سنتي. ما ده التكنولوجي, ما هو ده هيبقى في صراع ابدي بين جراحات البلاستيك سيرجري جراحات التجميل والتكنولوجي اللي بيستعملوها دكاتره الجلديه والقصه دي كلها. وانا ما اقدرش انكر ان العلم بيتقدم عن زمان تماما. يعني خلي بالك ان حتى بتوع الجراحه يعني حتى جراحات العظام ما بيستعملوا الليزر دلوقتي والتكنولوجي الحديثه. فماشي نغفل ان في تكنولوجي بتظهر تقلل ان انا اخش اوضه الايه العمليات, ودي ميزه. ايه اللي هيدخلني اوضه العمليات معايا؟ مع ان عشان اكون امين معاكي في حالات معينه معايا لا اقول لك انا نفسي كدكتور ماجد بغض النظر الدكتور ان ما بشتغلش كجراحه اقول لك لا مش هينفع غير الايه غير الجراحه. انت فهماني؟ بس احنا التكنولوجي بتتحدث قوي كل سنه. انت مش هينفع الا الجراحه يا دكتور. يعني لو نسبه الترهل بنسبه مثلا انت عارف الترهل ليه درجات يعني في ترهل بنسبه سكين فلابنج زي الملايه بنسبه 60% 70%. يعني الاجهزه اللي كنا عندنا في العياده عندنا او في المراكز لو ترهل بنسبه من 30 ل 40% معايا. الجهاز الجديد لان انفيزيف تكنيك ده اللي هو اللايت بولوسز اللي تحت الجلد لو ترهل الليزر الفتحه دي اللي تحت الجلد لو ترهل وصل ل 70 80% حلو قوي وصلت 25 بقى 100% لو 100% يعني ترهل بقى شديد قوي لا ده ساعتها بقى لازم اللي هو اللايبودرمكتو يعني لازم يكون دكتور. حضرتك قلت انها ممكن جلستين ممكن الجلسات تكبر تبقى جلسه واحده برضه ملهاش اي تاثير فيه خالص اصل هو وبياكل وبيشرب عادي. أيوة المريض ده ولا انا بكسر دون سبوت يعني انا كني هو الليزر هو فكرته ايه الثيرمال افكت بتاعه الحراره بتظهر من الليزر علميا هتكسر اي ايه دهون اي تكسر تشد الجلد ليها بس طبعا حاجه اسمها اربيام ليزر وانديا قصه كده مش عايز اخش في تفاصيل علميه قوي زي الليزر بتستعمله فين في علاج الايه صنفره الفراكشن ليزر زي ازاله الشعر زي انت يعني سوري ما انت بتعالجي الدوالي بالليزر بتعالجي الفاركوزبين بالليزر اللي هو السبايدر نيفاي ما اعرفش بالعربي اللي هو العنكبوت العنكبوت الشعرات الدمويه بالليزر الليزر بيعالج الفطريات احنا لينا انديكيشن كتير قوي في الليزر هل نقدر نقفلها؟ ما الليزر بقى تكنولوجي وكل يوم في جديد يعني خلي بالك ان الليزر يعني ما اعرفش انا كمان سنتين ثلاثه هيبقى ايه في الليزر ممكن اوت اوت عمليات يتلغت خالص والليزر هو بيعمل كل حاجه يعني كان بيفتتوا الحصاوي بالليزر بيفتتوا الحصاوي المراره بالليزر الحصاوي الكلى بالليزر الليزر خلاص بقى تكنولوجي طبعا ما تقدرش تهمل العلم يعني طيب. انت فاهماني بالنسبه للحمل والرضاعه وطبعا وتحديدا بعد الولاده الستات بيطلعوا عندهم اكتئاب
حاله من الاكتئاب وطبعا لو كان بقى جسمها حلو وضرب. بس خلينا نطلع لفاصل سريع جدا ونرجع نتكلم عن النقطه دي. تمام. الحمد لله معاكي الدكتور ماجد زيتون، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا رشا، اخبارك؟ عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. انا طلعت بس عشان اشكر حضرتك، انا دكتوره رشا معاك في العياده. اهلا وسهلا. ازيك؟ ده انا لسه كنت هقول الدكتور ماجد ابو الكرم، ويلا يا دكتور. تعالى خس برضو معايا دكتوره رشا. لازم اشكر دكتور ماجد على الهوا، اللي هو يعني علمني كل حاجه، وكنت عايزه بس اشكره على الهوا. الله يخليك يا رشا. الله يخليك يا رشا. وعلى فكره دكتور رشا، نور يا دكتور ماجد. ودكتور رشا بالمناسبه هي خاصه معايا برضه. يعني باحترامي ليها. يعني بصي، الوش ده وش تخسيس في اي حد يشتغل معايا، من اهل بيتي لعيلتي لدكاتره، لازم انشفهم يعني. حبيبي يا رشا، حبيبي. ميرسي يا رشا. الله يخليك. يعني علما وكرم وكل حاجه. الله يخليك يا رشا. بعض ما عندكم. شكرا ليك يا دكتوره رشا. شكرا. يا هند، وميرسي ليك يا هند. شكرا. شكرا. مع السلامه. طيب ريجيم او نظام ال ال الرضاعه؟ الرضاعه، بصي يعني افهمي النقطه، هي النقطه بس الرضاعه اللي اقدر اقوله يعني عشان الوقت البرنامج، ان بنزود حوالي 300 400 جرام. يعني مثلا لو بدي دايت لشخص عادي كرينج يعني. طبعا الكلام ده بيتغير من شخص للتاني. 1200 او 1300 كالوري في اليوم، انا لا ممكن ازود 400 كالوري كمان عشان الرضاعه كمان. وانا فاهم ان بيتحلوا ان الرضاعه دي بتسلب جزء كتير ايه من السعرات. يعني لو حد رجيم مثلا الرضاعه مجازا طبعا، يعني التفاصيل دي موجوده في العياده اكتر، ان انا هزود كوبايه لبن مع الفطار الصبح، ممكن يبقى بالليل كمان كوبايه لبن او كوبايه عصير. السناكس حتى اللي بتاخدها بالوجبات لازم ممكن يكون فاكهتين بعد كل وجبه بساعتين، ممكن فاكهه وكوبايه زبادي. يعني لازم السعرات اللي بتاخدها معايا مع شرب الميه طبعا 24 ساعه، ان الميه رضاعه ورضاعه ميه، ان يعني بعين عليها وعين على البيبي زي ما بيقولوا. والرضاعه الافضل انها تعمل الدايت بعد الرضاعه بايه؟ بتو مانس من بدايه الايه؟ رغم انه ممكن من اول اسبوع، طالما في تغذيه ناجحه. فعلا الرضاعه لما اثناء الرضاعه الجسم بيخس فعلا؟ دي أيوة حقيقه. ايوه بتحرق 400 كالوري زياده. يعني الرضاعه دي ممكن حولها حاجه ايجابيه جدا، انها تخس بسرعه. انت واخد بالك وما اثرش على الرضاعه ولا على اكل البيبي كمان. طيب دكتور معلش، وطبعا في فيتامينز بتاخدها، وفي دواء بيدر اللبن، ويعني أيوة روشتة طبيه كمان. تمام. مع الرضاعه حضرتك بتقول الروشتة، انا ساعات بدي ادويه للتخسيس، هل دي تجوز مع الرضاعه؟ بعض الادويه بعد اسخن كده برضه، زي ما النوع الاولاني ولا الثالث ولا الرابع؟ مثلا بديها مثلا الهوي عندها سويت جيفر، ما حاجه بالدواء اللي يدي اسخن لك، طالما ما بشتغلش مواد كيميكالز ولا دواء يشتغل على المخ ولا ياثر على الكبد ولا حتى لو نزل مش هياثر بصوره ايه فيها مضاعفات معايا. انا اوريدي انا مش بشتغل دي كيميكالز، يعني كل شغلتي انا دايما بتعامل مع العينين، دول عباره عن انا اسف الكلمه طبعا السن ام الامراض، فبيبقى عندهم كومبليكيشنز كثيره جدا. فمش مستحمل الدكتور ما يجي يكتب له دواء ياثر على اي جهاز في جسمه. فانا حريص ان يكون الدواء اللي بكتبه يكون دواء من الكواليتي الناجحه، حتى مع الايه؟ مع الرضاعه نفسها. ما هو اصل الست الست اللي خارجه من الولاده او في اثناء الرضاعه بتبقى دايما عينها على ابنها. ابنها على عينها على طفلها. طبعا طبعا. بس خليك ان دايما بقول لك حاجه، ان دايما في نقطه زي ما قلت لك، شغلي انا مش ان حد ورقه ومع السلامه، انا بتابع العين كل ايه؟ كل اسبوع. المتابعه ده جزء مهم قوي، بتدي بتشوف العين مدى مصداقيه الادوات ومدى يعني الفولو اب ده مهم جدا. يعني انا لما بشوف العين كل اسبوع وهي بتراجع وبتخس والرضاعه زي الفل، مفيش مضاعفات معايا، يبقى انا ماشي في الاتجاه الايه؟ الصح. بس ده الوتر اللي بلعب عليه. ان طالما انا بشوف العيال وفي فولو اب ومفيش مضاعفات، ولا الرضاعه بتتاثر ولا البيبي بيسهر ولا في مضاعفات، يبقى انا ماشي فين؟ يبقى كل اللي داخل بقول العيال عندي من روشته طبيه او روشته غذائيه اثبتت ايه؟ نجاحها. والجهاز ده المهم بالنسبه لي دكتور ماجد، يعني اللي أنا بقوله بجد يعني. كل الشكر لحضرتك. الله يخليك. ونورتنا الله النهارده في حاله جديده، ونورت الراديو 90 ودايما بنبقى مبسوطين مع حضرتك. يعني بجد بجد الحديث يطول، وان شاء الله لينا لقاءات تاني باذن الله. على فكره احنا كان الحلقه المفروض نتكلم على العيد، ما اتكلمناش على العيد. يبقى الحلقه ان شاء الله نسمع. نسيت خالص العيد واللحمه. كده الناس قالوا ده الكلام اخدنا يعني. وزي ما اتفقنا ساره ويوسف، حالات حضرتك ان شاء الله تكلموا بعد الحلقه. يعني انا تحب تقول ايه لكل مستمع راديو 90 ومستمع حلقه جديده؟ يعني بص يا جماعه، خلي بالكم طبعا، كل سنه طيبين بمناسبه طبعا دخول العيد الاضحى يعني، وان شاء الله يكون ايام سعيده عليكم. خلي بالكم من صحتكم، خلي بالكم من اكلكم. هي الفكره بس يا رب يكون صح، فكروا قبل ما تاكلوا ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. محدش بيشوف مشاكل السمنه زي ما بشوفها انا في العياده عندي،
العيان بيبقى محبوس في السمنه بكل الامراض. يعني انا بيجي لي عيانين بياخدوا 30 قرص دواء بسبب السمنه من ضغط وسكر وكوليسترول، بيحلف لي 30 قرص معايا على مستوى اليوم كتير جدا. فما يبقاش في الوقت اللي يكون فيه الاكل بتاعك هو العلاج اللي انت بتاخده معايا. يعني خلي دلوقتي يفكر في الاكل الصحي اللي انت بتاكله معايا، بحيث ما يبقاش في يوم يبقى الدواء بتاعك هو الايه؟ هو الاكل معايا. وكسان شكرا ليك جدا يا دكتور، ونورتنا في حالة جديدة. ولكل مستمع راديو 90 90، حاسبكم دلوقتي مع الدقيقة الأولى مع زميلتي سمر إبراهيم، وبعدها مع النجم أحمد خيري وحال بلدنا. وإن شاء الله استنوني الخميس القادم من الساعة 12 إلى الآن، وباي باي.